ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. دكتور محمد حياك الله. الله يحييك. في البداية يعني دكتور محمد، الصورة فيما يحدث في تونس ليست واضحة، ليس هناك تصريحات إعلامية متماثلة من لجنة البرلمان ومن لجنة المجلس الأعلى للدولة. برأيك هل هي يعني تعكس الخلاف الحاصل فعلا بين اللجنتين، وعن مدى بعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة السياسية؟ لا، هو سبب على ما اعتقد يعني ان سبب عدم وجود تصريحات هو شبه اتفاق بين الطرفين بتجنب الاعلام. لا، انا تحدثت عن التصريحات المتناقضه، لما تحدثت عن كون نعم هناك تصريحات صدرت عن لجنة البرلمان تتحدث عن بقاء المادة الثامنة، عن إلغاء المادة الثامنة كونها من ثوابت اللجنة التابعة للبرلمان، فيما تحدثت تصريحات أخرى عن إحالة اختصاصات القائد الأعلى وبعض المناصب السيادية إلى الرئاسي الجديد. هو طبعا ما تنساش أن هذه مفاوضات، المفاوضات يعني نوع من الحرب أيضا، فكل حد يستخدم هذه التصريحات أو ما يسمى التسريبات لمحاولة كسب بعض النقاط يعني على الأرض. هذا هو سبب تصريحات الأحد. الآن لا يوجد هناك اتفاق، وإن كان موضوع المجلس الرئاسي وكونها القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يقوم الرئيس ونائبيه، هذا يعني شبه متفق عليه. احتمال إلغاء المادة الثامنة إلغاء كبير جدا، ولكن بنقل هذه الصلاحيات للمجلس الرئاسي وليس كما يريد البرلمان إلغاءها مطلقا. لأن البرلمان يريد إلغاءها مطلقا، واعتبار القيادات اللي سماها هو هي القيادات العليا للجيش، وهذا على الأقل إلى الآن لم يتم. طيب، سأكون واقعيا جدا يعني في الأسئلة دكتور محمد. عندما نتحدث عن المادة الثامنة، هناك طرف عسكري يريدون إخراجه من الصورة، بينما هو يسيطر على مساحات، دعنا نقول يعني متفقين أو على أن هذا الطرف يسيطر على المنطقة الشرقية بالكامل. هل إلغاء المادة الثامنة فعلا قابل للتحقيق على أرض الواقع على الساحة الليبية؟ هو نقدر نقول أنه هو خطوة في الاتجاه الصحيح، أما أن إبعاد حتر المواطنين أكثر، يعني إبعاد حتر عن الساحة، نعتقد أن حتر لن يتم إبعاده إلا كما تم إبعاده نفس الطريقة بالضبط، لأنه هو كان طبعا ركيز قذافي ونفس العقلية ونفس التفكير. كيف سيتم إبعاده بنفس الطريقة دكتور؟ لا أدري طبعا في المستقبل كيف يصير، ولكن أعتقد أنه هو لن يستسلم بسهولة، وأنه سيكون هناك نوع من القتال يعني. طبعا حتر عنده مشاكل حقيقة في المناطق الشرقية، رغم سيطرته الآن، سيطرت على الجنوب اللي يعني ادعاها كانت كاذبة، لأن الجنوب تحت سيطرة أناس آخرين. القبائل في الشرق بدأت تتململ من حكم حتى، لأن اسطوانة الحرب على الإرهاب انتهت لا يعلم الجميع، ولكن ما زال طبعا حتر مسيطر، لأن طريقة السيطرة اللي مسيطر بها على المناطق اللي هو فيها هي نفس طريقة القذافي عن طريق الأمن وشارع البيت بين قوسين. طيب، يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى دعنا نرجع إلى المسار السياسي. برأيك ما هي النقاط التي يمكن أن يكون قد طرحها مجلس الدولة، كما سمعنا بأنه أوصل إلى المبعوث الأممي مجموعة نقاط وثوابت؟ برأيك هل من ضمنها مثلا إلغاء المادة الثامنة أو نقل صلاحيات المناصب السيادية إلى الرئاسي الجديد وتقليص عدد أعضائه، ومن الممكن أن يكون البرلمان غير موافق على هذه النقاط؟ لا، هو طبعا كما قلت قبل قليل يعني فيه اتفاق الآن مش كامل، ولكن حول أن المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، وأن هو يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه اقتراحات من الطرفين، وأعتقد أنها ستمر. الآن هناك طبعا مجال من غير المادة الثامنة في المجلس. المجلس النواب يريد أن يعطي الثقة للحكومة. المجلس الأعلى للدولة لا يعارض هذه الفكرة، ولكن يحدد ذلك بمدة معينة، يعني حتى لا كما قالت السيدة عامة تماما، لا يريد الابتزاز من جديد. إذا كان هناك أعطاء ثقة للحكومة ومجلس النواب، فيجب أن يكون في مدة محددة، فلنقل يعني على سبيل المثال أسبوعين. إذا لم يقم مجلس النواب بإعطاء الثقة في هذه المدة للحكومة، فإن الحكومة ترجع تأخذ اعتمادها من المجلس الرئاسي.
هناك شيء آخر وهو أن في حال رفض مجلس النواب أعطاء الثقة للحكومة يجب أن يكون بأسباب واضحة وصريحة، لأن للأسف الشديد يعني كثير من أعضاء مجلس النواب يهمهم كثيرا تشكيل الحكومة لأجل وضع أنفسهم أو معارفهم أو أقاربهم في مناطق الاحتلالية. طيب دكتور محمد، طيب دكتور محمد، نحن عندما تحدثنا مع السيدة أمنة مطير وسألناها عن ما هي الضمانات التي يجب أو ربما قد يستطيع مجلس الدولة الحصول عليها في هذه المفاوضات حتى يمرر الاتفاق أو تعديل الاتفاق مثلما يعني سيتم التوقيع عليه في تونس، ربما ما هي الضمانات برأيك دكتور التي يجب أن يحصل عليها مجلس الدولة؟ نحن لم نجد إجابة من السيدة أمنة. هو شوف انا يعني حنحاول كلام قلت من سنتين او ثلاث سنوات فاتت يعني نعم الضمان الحقيقي نعم دكتور محمد الو نعم اسمعك نعم الو نعم قلت انا هذا كلام قلت ثلاث سنوات فاتت الضمان الاساسيه في كل هذا ان يكون هناك عندك ممثلين في المجلس الرئاسي وفي الحكومة يعني في السلطة التنفيذية. هذا الكلام قلناه من ثلاث سنوات فاتت، قلنا الاتفاق كل نصوص الاتفاق هي جزء، ولكن الشيء الأساسي هو كونك موجود داخل المجلس الرئاسي. طبعا هذا كونك المجلس الرئاسي هو السلطة التنفيذية. الآن السلطة التنفيذية حتنقسم بين الحكومة وبين المجلس الرئاسي. الضمان الحقيقي أنه يكون ليك أسماء ممثلين ليك داخل هذه الحكومة سواء في المجلس الرئاسي سواء في الحكومة وعندهم صلاحيات واسعه، عندهم صلاحيات الحكومه. ولكن هذا هو الضمان الوحيد. نعم هذا نعم. الضمان لن يكون هناك اي ضمان. طيب دكتور محمد، من جهه اخرى هذه الاجسام التي تحدثت عنها لابد لها من نيل الثقه من البرلمان. يعني كيف نحل هذه الاشكاليه؟ لا 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 لا، شوف المجلس الرئاسي لا يحتاج الى ثقه من البرلمان. طيب. بينما الحكومه كما قلنا تحتاج الى ثقه من البرلمان، ولكن الان الكلام كله على انه يكون هناك مدد محدده. يعني إما تعطي الثقة في 10 أيام أو أسبوعين، وإلا فإن الثقة ستعطيها المجلس الرئاسي. ولذلك سيكون هناك صراع كبير جدا على تركيبة المجلس الرئاسي ومن فيه. طبعا الآن إلى الآن اتفاق المجلس الرئاسي سيكون من ثلاث أشخاص، واحد من منطقة طرابلس والآخر من غزان والثالث من بركة. طريقة تشكيلها إلى الآن غير واضحة، هناك بعض الخلافات حولها. بالنسبة للحكومة رئيس الحكومة سيسميه المجلس الرئاسي. طيب ألا ترى سيد محمد أن تكرار عملية المحاصصة في المجلس الرئاسي ربما قد تعيد ما حدث قبل سنة ونصف أو ما يزيد؟ يعني قصة التسع أعضاء هي نفسها قصة الثلاث أعضاء عن ثلاث أقاليم. يعني لماذا يتم تجدير الخلاف والانقسام في الأجسام السياسية؟ هو احنا اتبنى بالمحاصصة، كانت المحاصصة يوم تم إغلاق الوادي الأحمر، قبل حتى انتخابات المؤتمر الوطني او اثناء انتخابات، لا اذكر الان بالضبط التاريخ. منذ ذلك اليوم واحنا في كارثه تسمى كارثه المحاصصه، اللي هي كان اغلاق الوادي الاحمر لسبب لجنه الدستور ولسبب انهم كانوا يريدوا ان كل القرارات الحاسمه في المؤتمر الوطني تتخذ باغلبيه الثلثين، وهذا هو سبب الكارثه الاساسي اللي وصلنا اللي احنا فيه اليوم. الان نحن في عز المعمعه بين قوسين، لا اعتقد ان بالامكان في هذه اللحظه من التاريخ تغيير هذه المعادله، اعتقد ان تغيير المعادله بعد الدستور، ولكن حتى في هذا للاسف الشديد الدستور فيه المحاصصه فيه مسؤول كبير جدا. قبولنا بالمحاصصه ذلك اليوم كان اكبر الكوارث اللي حلت فيها الثوره الليبيه. نعم اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي على رحابه صدرك.